السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه وبالسلامه. وباش ما تمنيتو ان شاء الله وتوحشتكم بزاف بزاف، وانا عارفه انتم توحشتوني لان داكشي كنقراه في لي كومونتير من خلال الكلام ديالكم. ودا توحشناك ودا توحشنا الكوزينه ودا توحشنا لي غوسيت ديالكم. بغيت نقول لكم ان شاء الله هذا الاسبوع اللي غيدخل فيه رمضان باذن الله غادي نشارك معكم بزاف ديال لي غوسيت. ما دخلتش الكوزينه وما شاركت معكم حتى شي حاجه بحكم العمل ديالي، كان عندي بزاف ديال لي طوناج بحكم الدار. راكم عارفينني مع رحيل وباغا نصوب الكوزينه سكيل في مرونه، وانا غادي نشارك معكم ايضا لي زيتاب ديال الكوزينه فاش غادي نبدا ديزانستالي ونانستالي في الكوزينه الجديده. هادشي كله غادي نشاركو معكم باذن الله. وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو الناس اللي ربحوا معايا في المسابقه ديال المليون والحمد لله توصلوا بالهدايا ديالهم. ومهم تقريبا الناس ديال كازا اللي كاين هنا كازا محمديه انا اللي ديتها لهم. كاين واحد جوج ديال المتتبعات ماشي انا اللي غادي نديها لهم، غادي نديها لهم شركه ديال سابريس هي اللي تعاملت معها معروفه بتوزيع الجرائد، توزيع الكتب المدرسيه وايضا توزيع المجلات. ودابا ولاو كيتعاملوا مع المحلات التجاريه وكيتعاملوا مع الناس اللي عندهم الاي كوميرس مثلا، البنات اللي عندهم دي باج في الانستغرام وكيبغيو يوزعوا داكشي اللي كيبيعوا للناس باش زعما يوزعوها في بعض المدن، الناس اللي عندهم اللي كيبيعوا من خلال اليوتيوب، الناس اللي كيبيعوا من خلال الفيسبوك. كل حاجه الزوينه اللي عندهم واللي عجبتني بزاف وهذه اللي شجعتني انني نصيفط الهدايا ديالكم من عن طريقهم هو انهم كيجيو عندكم حتى للدار. يعني ما كتحتاجوش تمشيو لعندهم، كيجيو عندكم حتى للدار وكيديروا الغماساج وكيديروا ايضا لومبالاج وكيديو الهديه اولا داكشي اللي بغيتوا توصلوا الناس مثلا اللي غادي تبيعوا لهم، كيوصلوا لهم داكشي في الحفظ والامان. وهادشي كله اللي قلت لكم عجبني بزاف لحقاش شفت الهدايا اللي ربحتهم معايا من طرف ساغا. ساغا حتى هي كتعامل مع سابريس وشفت الهدايا ديال الناس ساغا وصلت دغيا فعجبني الحال. وانا نقول سولتهم قالوا لي راهم مزيانين شركه زوينه كذا عمرنا ما لقينا معاهم مشاكل، فقلت هذه هي الشركه اللي تيخصني نتعامل معاها باش الهدايا ديالكم كلها توصل في الحفظ والامان. وغير البارح السيده اللي ربحت معايا من فاس بالسلسله ديال الذهب صيفطت لي ايميل وقالت لي هدى راني توصلت بالهديه ميم الحسيمه، لانهم هما عندهم كيوزعوا بارتو في المغرب، في اي بلاصه في المغرب اي بلاصه كتطيح لكم على بالكم كيمشيو ليها. جديده عندهم بانانيغوس وحده ياك؟ جديده فين جديده؟ هاي جديده. عرف حسيمه بانانيغوس. ايوه. بني ملال. جلابه. جلابه اورانج. شوف واش اورانج. طنجه. جلابه. جلابه غوز ياك؟ ياك. هادي اكادير شفتينا دو بانانيغوس و دو بانانيغوس. مهم هادشي اللي كاين. عندي طلب واحد ليكم هو الناس اللي ربحوا معايا في المسابقه ديال المليون وتوصلوا بالهدايا ديالهم، الله يعطيكم السر غتكتبوا لي في لي كومونتير وقولوا لي هدى راه حنا توصلنا بالهديه، وقولوا لي حتى المعامله ديال سابريس كيفاش كانت باش نعرف، لان اول مره غنتعامل معاهم باش نعرف واش الامور دازت بينكم وبينهم دازت مزيانه. هادشي اللي كاين، ما نبقاش نهضر بزاف ندوزو نشوفوا لا غوسيت ديال اليوم. هي ماشي غوسيت جديده، هي معروفه، غير هو انا بغيت نشارك معكم فقط طريقه ديال ماما الحاجه. هي كاينه معايا في الدار واليوم صايمه الله يتقبل، وقلنا منو نديروا الفطور ديالها منو غوتي منو كلشي. غادي نشارك معكم ولا غتشارك معكم ماما بوشيير على طريقه تشاوية. ماما شحال هنايا بغيتي ديال الطحين؟ غديري زلافه ديال الفينو. زلافه ديال الفينو بلاتي باش تمشي معايا دقه بدقه. عندي زلافه ديال الفينو. حنا هاد القياس اللي غادي نديرو غنديرو قياس صغير على قبل الكوتي، وماما صايمه الله يتقبل بركه. زلافه ها هي عبر زلافه زلافه والدقيق حتى هو زلافه حتى هو زلافه وشي حاجه زلافه وشي حاجه تكون وافيه. واخا دقيق زلافة تكون وافية شوية. زيد 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 بركة زيد وافية.
زلافة صافي مزيانة. زلافة ديال الفينو وزلافة ديال الدقيق تكون وافية شوية. شوية ديال الملحة. معلقة ديال الخميرة الفورية. بسم الله. أنا ما تنديرش العسل ما تنديرش السنيدة. مشينا على الطريق. علاش حلينا عينينا بلا سنيدة بلا عسل. كاين اللي تيدير السكر كيدير العسل العسل. انا ما تنديروش لحقاش ما تيخليش البطبوط يطيب كيخطف ليه اللون ديالو هادشي علاش ما تيعجبنيش انا تنخليه يطيب على خاطرو. دابا هاد الطريقه ديال البوشيه اللي غادي تشارك معاه في ماما هي الطريقه البلديه الاصليه ديال البوشيات ديال منطقه اش منطقه الشاويه منطقه الشاويه. عرفتوا فاش كنت كنمشي مع ماما ملي كنمشي معها للبلاد يا سلام كنفيق الصباح صباح بكري وتيجي نهار اللي كنكونوا غاديين كاع هذوك العيالات ديال تما ديال الدوار كلهم عارفين راه الحجه جايه وكيجيبوا كيبان كل وحده جايبه الطبق ديال البوشيار فوق راسها وداك بوشيار مع الزبده بلدي وديك الزبده بلدي عرفتي حيله بجهتها وكتجي بنينه 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 بزاف. دابا غادي نهزها ونديرها فوق البوطاجي باش نتحكم فيها. درتيها بحالي ماما ياك انا ديما تنقولها لهم تنقول لهم راه قصريه ما كتبردش ليا الغدا يتفدليك. دينا على البوطاجي فوق من الرخامه كتبرد القلب. وواحد الملاحظه هو بالنسبه للبوشير الوالده ما كتجيش وكترخفو من الاول كتخليه شي شويه قاصح وكتبقى تعطيه دليك 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 وهي كترخف دليك وهي كتزيد في الماء حتى كترخفو مزيان لانه هو كيبغي دليك باش يجي مفشفش ويجي زوين. يعني هذا هو السر ديالو ماشي من الاول كتجيو تعطيوه الماء وكيولي كنقولوا حنايا ماما بورورو كيبغي دليك هو كيبغي يدين. يعني اللي عندها شي ذراع تجبدو لا واللي عنده العجانه اللي عنده العجانه يستعمل العجانه. حنا بغينا هنا نعجنوه لكم بالطريقه البلديه يعني بليد تيولي طلطق. اه كتعجبني انا العجينه باش كدير طرق 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 طرق. دابا انا كنعجن بيديا حتى كتولي. راه دابا بدا كيطلق سمعتي وبقينا كنزيدو فيه مويه شويه بشويه حتى تترخف يعني ترخف ها بحال عجين السفنج. شيار شيار بوشيار الشاويه كيقولوا الشيار شيار راه مدلوك مزيان عطيت وقتو ها. دابا غنديرو في الكوكوط كيبقاو كتبقاو دلكو وتزيدو في الماء ودلكو وتزيدو في الماء ودلكو وتزيدو في الماء حتى كيترخف كيولي بحال هكا بحال السفنج وكتبقاو تخبطو فيه خبط 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 بحال عجينة السفنج. زهاك بحال العجينه ديال الورقه شتيها انت بويقه شتي بويقه اه. هنا بالنسبه للكوكوط راه سخناتها ماما واحد شويه غادي نديرو البوشيار في الكوكوط باش نسرعوا العمليه ديال التخمير. Thank you.
ندير الصفار. يلا بسم الله، هنا غنشوفو واش خمر، نحلو واش خمر. عاوتاني الا خمر بلا قياس غادي يجي واحد البنه فيه خايبه، سو الخميره بينو وبين يخمر بالقاعده. غنديروا المقله تسخن. بالنسبه للبوشيار حنا راه فاش كيخمر تنكوروه وتنبداو نقرصوه ونطيبوه مباشره. هنا شتي واخا تشوفوها هكا ما تخافوش منها. ودائما الاستعانه بشويه ديال الزيت لان تيكون شي شويه كيتلصق، حيت هو السر ديالو هو الخفه ديالو باش كيجي مفشفش وزوين من الداخل. ماما قلتي لي بكري قلتي لي كنتو كتصحوا غير ببوشيه، غير بوشيه ضروري خصو يكون ديال الفطور. سميتو في السحور كانوا تيحطوا هذا البقراج فوق من المجمار. يا سلام. ايوا والبط ديك الساعه كيطيب وكيتسحروا به سخون، ماشي كيكونوا مطيبينه وحاطينه حتى لوقت السحور. تيتعجن وينوضوا وقت السحور يطيبوه ويحطوا البقراج فوق من المجمار ديال الفاخر ويردوا اتاي ويتشحر فوق من الفاخر ويتدهن بعسيله حره، العسل الحر والزبده البلديه. غيكون كيكون احسن سحور ومشبع نهار مشبع ما تيجي لا جوع لا والو، ماشي بحال دابا ويلي دابا ولا المرض ها الكوليسترول ها السكر ها والله احنا دابا تناكلو كلشي وشوف الامراض اللي فينا. بسم الله كندهنو هادي. غادي دهن ماما هذا البابي كويسون اولا ورق الزبده كيف ما تنقولوا، باش غادي يسهل على العاملين ان كيف ما كتعرفوا بوشيار كيكون العجينه ديالو كتكون جاريه بزاف وصافي وغتقرص على هالطريقه هذه. صراحه هاد السيده هذه اللي خرجت هاد الفكره ديال البابي كويسون اللي كان نقرصوا عليه الملوي ولا المسمن ولا هكا المخمار ولا بوشيار وكنهزوه مباشره للمقله، الله يعطيها الصحه. انا ديما كندعي مع هاد السيده هذه اللي خرجت هالطريقه هالطريقه هذه الله يعطيها الصحه. الا كانت تسمعني ماشي بحال اللي كنا تنديروا حنا كنا تنهزوه هكا نهزوه ما كتجي فيني كيتهز كيخرجوا الودنين هالطريقه قال لك شي كيستافد من شي الحمد لله. هو هادشي علاش مديور اليوتيوب ماما، اليوتيوب مديور للاستفاده. هادي حنا استفدنا منها الله يعطيها الصحه. ماما بالنسبه لهاد البوشيار التقراص ديالو واش كتقرصيه رقيق ولا كتقرصيه ما بين وبين؟ لا بين وبين بين وبين بين وبين ما غليظ ما رقيق. دابا غادي ديالنا ماشي معكم دقه ها الصوص كيعجب شحال خفيف بحال الشكل ديال البغرير. غادي تبقى طيب ملي هي كطيب وهي كتطلع دوك الطويقات يعني ما كنجيوش نقلبوه داك الساعه، لا خاصو يبقى يدير دوك البويقات يتبوق يتبوق وحتى كيبان لينا بدا كينشف من هنا كيبدا ينشف من هاد الجنيبات كتحسي بها طابت عاد باش كنقدروا نقلبوه. هو ماشي بحال البطبوط عادي، البطبوط العادي كيف كنديرو غير كتصهد شويه تنقلبو، هذا لا. ها نتوما شوفوا معايا التبويقات هادو هذا دليل على ان العجينه ناجحه وغادي يجي مفشفش مدلوكه مزيان. ها نتوما شتيو هادي شتي تمنه
كيتبوخ. دابا داك الزيت اللي كنديروه هنايا باش كنقرصو صافي هو باش كنطيبوه في المقله، ما تنعاودوش نزيدو الزيت باش كيجيو ناشفين ما يجيوش عامرين بالزيوتات. شتي كيفاش يجي خفيف؟ صافي حنا راه ما درناش بزاف، درنا غير شويه، خرجت لنا وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه والسادسه كلاوها البنات فوق المقله باقا سخونه لان كيجي هشيش. درنا غير قياس باش الكوتي، وماما صايمه كيقول لكم ماما صايمه الله يتقبل وصافي. وكنديروا ليهم على هالطريقه زبيده بلديه مع عسيله، يا سلام. ما يمكنش نقولوا بوشيار وما يجيش مسقي على هالطريقه هذه. كنتمنىكم تجربوا هالطريقه ديال ماما وتعجبكم، وهذه هي الطريقه الاصليه ديال بوشيار من منطقة الشاوية. وبصحة والراحة زوينين ديالي. كنتمنى هالطريقة ماما ديال بوشيار اللي هو جاي من منطقة الشاوية، كنتمنى الطريقة اللي دارت معكم ماما تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وطبقوه لوليداتكم في هاد رمضان وبالاخص في السحور كيف ما قالت لكم ماما. وصافي وشاركوا معايا التطبيقات ديالكم من خلال الانستغرام ديالي اللي هو صدقي هدى اوفيسيال. وايضا نعاود نشكر شركة سابريس على حسن الاستقبال وعلى بزاف الحوايج اللي هما داروهم زوينين، والسرعه ديال الارسال، زعما داكشي كيف مشى كيف وصل ما شاء الله عليهم. والناس اللي غادي يسولوني على سابريس والمعلومات ديالهم والتليفون ديالهم غادي نخليه لهم في صندوق الوصف. ونتلاقاو وياكم في الحلقه الجايه اللي غتكون فيها شي غوسات زوينه. وبسلام عليكم.